في مخص القضية هذه اللي قاتل الأخرى انتشار كبير، وين وجدنا أشياء وأغراض متعددة اللي كاين منها طبية وشبه طبية وكيميائية، جميع الأغراض هذه تم حجزها وإرسالها إلى المعهد الوطني لعلم الإجرام بوشاوي لتحليلها وإعطائنا مواصفاتها ونوعيتها وتأثيرها على الصحة العمومية. جاتنا النتائج تحدث لي منها تم إنجاز محضر لسماع جميع الأطراف بما فيهم رئيس الجمعية، مجموع الجناح المخالفات المرفوعة للجمعية، نقولوش للشخص بالرغم أنه كان شخص هو الفاعل، وباقي الأشخاص هما ثانويين، ممارسة غير شرعية لمهنة الطب، استعمال الطب والصيدلة في مجال غير خاضع لمواصفات البناء والنظافة والأمن والتجهيز المحدد، تقديم وتطبيق أساليب تقنية وعلاجية مغايرة لما يدرس في البرامج الوطنية، تسويق أدوية ومواد بيولوجية موجهة لاستغلال البشري واستعمالها على المواطن بدون ترخيص من الوزير المكلف بالصحة، توظيف ممرضين خارج التشريع المعمول به، العمل في غير الحدود المضبوطة والمحددة بالتأهيل المساعدين الطبيين، رمي النفايات الطبية خطيرة في أماكن غير مخصصة، لذلك ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد على السجل التجاري.